الله، أنا ميس الحربي والآن الحادث في مكانك، مكانك أينما كنت. عنوان الحلقة: مقاطعتك لمنتجات تحمل علامة شركة عالمية متهمة بدعمها لإسرائيل في حربها على غزة. تتعدد الآراء ويختلط مسارها بخيوط الاقتصاد، حتى وصل الأمر اليوم إلى تخوين من لم يقاطع واتهامه بالتخلي عن القضية الفلسطينية. رصدنا لكم مشاهدين آراء من فلسطين، مصر، الأردن، العراق وليبيا أيضا. والآن إلى صورة الملفات. المقاطعة طبعا مجدية وأثرت في السوق المصري تأثير جذري يعتبر يعني. واحنا بنشوف ان هو اللي بيساهم ان هو يشتري حاجات المقاطعة دي دلوقتي بنعتبره ان هو يعني ما عندوش انتماء، ما عندوش نخوة. الشركة الأم لا علاقة لها باللي بيجرى. الشركة المصرية، الوكيل المصري هتلاقيه بيتبرع لفلسطين. احنا بنقاطع لانه في موقف. صار الانفجار قوي، حيل قوي يعني. دي اقل حاجه احنا ممكن نقدمها هي المقاطعه. ولكن وانا بعبر ضريت بلدي، ضريت زملائي من المواطنين اللي بيشتغلوا في هذه الشركات. وده واجب على كل مواطن فينا مصري هنا، ان اخواتنا في فلسطين كلهم بتموت. وفر لي خدمه ثانيه، انا سايبها. يعني هو الهمبرجر ده احنا حضرتك ما تعرفش تعمل همبرجر في البيت؟ انتوا ما ضايقتش انتوا تجاهدون؟ جاهد بنفسك، راكبك سياره تاهو وحاطك ايفون امريكي وانفورك امريكي.